مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. توقفت المحادثات الهادفة إلى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط احتلال داعش في الرقة، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب من عملية التفاوض. ووفق المصدر توقفت المحادثات تماما لأن فكرة خروج آمنين وعدم معاقبتهم هي مرفوضة تماما، في إشارة إلى مقاتلي داعش المتحصنين في آخر جيوب لهم وسط الرقة. سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها على عدة مواقع جديدة شرق دير الزور، وذلك بعد معارك مع تنظيم داعش. سيطرت القوات على مناطق مرات، حويجة، سكر، دوار الحلبية وحطلة بريف دير الزور الشرقي. وأضافت أن قوات النظام وعقب تقدمها في المناطق المذكورة بدأت بدخول مدينة دير الزور من جهة حاجز جميان. وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إيران بأنها داعش آخر تحت حكم المرشد علي خامنئي وحرسه الثوري الخاص، كما لفت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح الحرس الثوري يقوم بتحركات استفزازية كثيرة ويسعى لتوسيع نفوذه في الشرق الأوسط من خلال ملء الفراغ الموجود. ذكرت وسائل إعلام كردية نقلا عن نائب رئيس إقليم كردستان العراق أنه يتم نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في منطقة كركوك للتصدي لتهديدات محتملة من القوات العراقية. وقال إن عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كركوك وحولها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة ترفض جميع السبل الإيرانية للحصول على السلاح النووي، والتركيز على تحجيم تأثير الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب والمسلحين. ولن تؤدي هذه الخطوة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق، لكنها ستمهل كونغرس 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على طهران. نجحت قوات الجيش المصري في القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في وسط سيناء، وأسفرت العملية العسكرية عن تدمير عربة دفع رباعي وضبط مواد مخدرة مخبأة داخل مخزن سري في إحدى سيارات النقل. تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل مناورات بحرية كبيرة بحسب ما أعلنت البحرية الأمريكية. هذا وكثفت الولايات المتحدة من تمارينها العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان بعد التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. شكراً.